دو شوفو اسم مرتبط بتاريخ سيتروين من سنة 1948 وصولاً لسنة 1990 كخيار اقتصادي بامتياز مناسب للتحرك السلس داخل المدن والشوارع الضيقة. واليوم عم بتحاول سيتروين تكرر تجربتها الناجحة من خلال تقديم أمي وان كونسبت يلي بتمثل رؤية مستقبلية للتنقل الذكي داخل المدن بالسنوات الجاية. وإذا كانت بعض الأسواق العالمية منا مناسبة لهالنوع من السيارات المدمجة الحجم ومن بين السوق الأمريكي مثلاً، كتير من الأسواق التانية مثل الأسواق الأوروبية مناسبة لهالنوع من وسائل التنقل، وبتتأمل سيتروين أنه تنتشر أمي فيها بشكل واسع لتكون بديل عملاني للدراجات الصغيرة. وبفضل قياساتها المحدودة وقوتها المتواضعة من الممكن ما تحتاج أمي وان كونسبت لرخصة لقيادتها ببعض الدول، وهالشي رح يرفع عدد زباينها المحتملين. أكتر من هيك، عم بتخطط سيتروين لوضع مجموعة كبيرة من هالسيارات الاختبارية بالخدمة عن طريق الاستئجار لفترة زمنية محدودة ممكن تكون بضع دقايق أو عدة أيام وحتى أسابيع. إشارة أنه أمي بتنافس بشكل مباشر رينو تويزي، ولكنها بتتفوق عليها بمقصورتها المسقوفة بشكل بيحمي الركاب بمختلف الظروف المناخية خاصة خلال الطقس الممطر. الطول العام بيبلغ 244 سنتيمتر، والتصميم الخارجي بيعطي الأولوية للعملانية من خلال تأمين سقف مرتفع نسبة للحجم العام، وكمان من خلال اعتماد أبواب جانبية كبيرة من بينها باب السايق يلي بيفتح للجهة الخلفية بعكس باب الراكب إلى جانبه. وبالرغم من استخدام ألواح زجاجية واسعة، تستفيد سيتروين أمي كونسبت من سقف قابل للفتح بسهولة. من جهة تانية، الطابع العام عصري والإضاءة الأمامية والخلفية مثبتة بوضعية مرتفعة ومتطلبات السلامة متوفرة بشكل مخفي، خاصة على مستوى رفاريف الإطارات يلي بتحدد زوايا هالسيارة الاختبارية. بالانتقال لداخل المقصورة، من الممكن جلوس راكب واحد إلى جانب السايق والاستفادة من مساحة تحميل خلفية متواضعة، ولوحة القيادة بتقتصر على عدد محدود جداً من المكونات، وبإمكان السايق التحكم بعدد كبير من المهمات المرتبطة بالقيادة من خلال درايف بود مثبت وراء المقود، علماً أنه التحكم بكثير من وظائف الحركة بيتم عبر الجيل الحديث من الهواتف الذكية من خلال تطبيقات متطورة، إن كان للتوجيه عبر النافيجيتر أو للتسلية والترفيه داخل المقصورة. وبحسب الابليكيشن المعتمدة بيتم عرض المعلومات مباشرة بمجال نظر السايق بشكل شبيه بعمل نظام هيد أب ديسبلاي. ميكانيكياً، أمي وان كونسبت من سيتروين مزودة بنظام دفع كهربائي كفيل بوصولها لسرعة قصوى بتبلغ 45 كيلومتر بالساعة، ومن الممكن إعادة شحن البطارية يلي بتأمن عبور مسافة بتبلغ 100 كيلومتر بظروف القيادة المناسبة خلال ساعتين بس. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.